تسمعني ولا لا؟ بدي وجهة نظرك، بدي رأيك بهمي. أنا بحط مواعيد ما أوفي فيها. إذا كنت عم بسوق السيارة دائماً عم تسمع راديو الرابعة. إذا كنت عم بسوق السيارة طبعاً يعني فيليب والشباب مرحبيباتي، وإن شاء الله إذا كنت بالسيارة حأسمعك أكيد. بدي إياك توجه لي رسالة لإلي ورسالة لكل إعلامي بده يبلش هلأ على مستوى الرياضة وغير الرياضة. إلك ولغيرك، الإعلام ليس مهنة، ليس وظيفة، ليس دوام من التسعة للساعة خمسة أو للساعة عشرة. الإعلام شغف. إن لم يكن لديك الشغف، أولاً الشغف، اثنين الموهبة، ثلاثة التجدد، الإبداع، التواضع. في كتير ناس من أول أسبوع بيشتغل بموقع إلكتروني بيقول لك أنا الإعلامي فلان، أنا اليوم بستحي أقول عن حالي إعلامي. فأي حد عنده اليوم ممكن تعمل قناة على اليوتيوب لحالك بالبيت وتعمل شغل، وفي كتير ناس صح. عملوا قنوات على اليوتيوب وصار عندهم ملايين. الفكرة مش وين تشتغل، الفكرة شو في عندك وبتقدر تطلعه ولا لا. تحترم الناس، ما تتعالى عليهم، وإنك فعلا تكون قد الحمل، لأنه هذا الميكروفون ثمنه غالي صح. لحتى مسكناه حفينا صح. في ناس اليوم عم تمسك الميكروفون وهن لسه عمرهم 10 سنين.